كمان في وفد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توجه امبارح للأكاديمية الوطنية للتدريب وسلم تصورات الحزب حول الحوار الوطني وأيضا الأطراف المشاركة فيه وأجندة الحوار. وخلال لقائهم مع الدكتور رشاد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أكدوا على ضرورة تحديد المخرجات المرجوة من الحوار وأيضا وضع إطار زمني ليه. وكمان الدكتورة رشا راغب قالت إنه الأكاديمية دورها فقط إنها تسهل عملية إجراء الحوار الوطني وإنها بتشتغل بحيادية تامة وبتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في المشهد السياسي.